منوره الدنيا ومبروك التكريم، وتقولي ايه النهارده للمنتدى العربي العالمي؟ اول حاجه برحب بالجمهور وبقول للمصريين ميري كريسماس اند هابي نيو يير، ان شاء الله يا رب تنعاد علينا بكل خير وبركه وسلام والمزيد من الامن. انا سعيده ان نور حراكي هذا الاعلامي السعودي العربي يحاول ان يظهر لون من الثقافه السعوديه اللي احنا نفتقدها، منفتح على الفن في كل الوطن العربي، فاشكره جدا لهذا التكريم. رايك في اختيار النجم محمود عبد العزيز ليكون هو باسم الدوره دي؟ الله يرحمه. طبعا احنا استاذ محمود عبد العزيز عملاق، انا اشتغلت معاه في محمود المصري، عرفت ايه يعني انك تبقى جاي بتترعش وخايف وعامل مليون حساب، لانه قصادك في فنان كبير الله يرحمه، الفنان لا يموت. مسلسلك السنه دي الطائر المفروض كان يتعرض بس تاجل وحصل توقف، فازنا بس ايه كواليس الموضوع؟ عنديش فكرة، اسأل تامر عبد المنعم، لكن أتمنى أن الظاهر السنة دي أن يلقى النور بعد عذاب ومعاناة كبيرة لنا جميعا، كما أتمنى أيضا لهذا العام، وإن كنت بقرأ ورق جديد مش حالن عنه إلا إذا وافقت عليه، أتمنى أنه أيضا الشاه والسلطان أن يتعرض في مصر، لأنه السلطان أجو البهار تحفة. ما بتحب تقولي إيه الجمهور في الكويت بقى؟ بصوا لأهلي في الكويت، أنا سعيدة جدا لهذا السؤال لأني أنا عاشقة للكويت. أول عمل استعراضي تصوره درامي كان اسمه حوش المصاطب، كانوا أبطاله كلهم كويتيين، وأنا كان ليا الشرف أني رقصت وغنيت في مسلسل كويتي. يلا إلى المزيد يا كويت، طول عمرك كنت درة الخليج وواحد الحضارة والفن، كويت الغالية. الله يحفظك. وانت طيب، ميري كريسماس هابي نيو يير للكويت للخليج لكل اهلنا في الوطن العربي اللي موجودين هنا واللي موجودين في المهجر، مادلين تبر، تحياتي.